اهلا بحضراتكم مره اخرى. طب كابتن عبد الله، ما سالتكش السؤال اللي سالته، السؤال الاول اللي سالته للكابتن احمد السيد، رايك ايه في مارسيل كولر مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره؟ لا هو انا متفق من يوم ما الراجل جه، انا قلت لك راجل شغال بشكل كويس جدا، في تطور حتى في اداء اللعيبه في الحته البدنيه، يعني من افضل الفرق اللي واقفه على رجلي النادي الاهلي النهارده، لعب 120 دقيقه ما تحسش ان هم تعبانين او في حاجه، لا هو عنده ضغط كبير في مباريات بالظبط، يعني ممكن انا بختلف معاه في حاجات مثلا ايه، او ممكن هو من وجهه نظره طبعا لان هو اكتر واحد داير المطبخ ده وشايف اللعيبه قدامها كلها يعني قدام عينيه، حته الروتيشن الكتير او تغيير مراكز اللعيبه او بس ده خلى الفرقه كلها واقفه على رجليها بس انت النهارده بتتكلم ايه في ماتش بطوله. طب انا اقول لك على حاجه، بدايه الشوط الاولاني او الشوط الاولاني لولا التغييرات عدلت الكفه شويه، انما الشوط الاولاني كان ممكن النادي الاهلي يطلط بدايين، كان بيراميدز هم ليهم اليد العليا النهارده بالاخص، او الجيم الشوط الاولاني بالاخص، يعني بتهيألي 70% كان رايح لبيراميدز، استحواذ اداء واقفين على الرجل بشكل كويس، حتى الفرص اللي وصلوا بيها اخطر من الفرص اللي النادي الاهلي وصلت له. صحيح. فانا بتكلم في حته النهارده هو ماتش ملوش تاني، فانت لازم تنزل بكل قوتي بالناس اللي انا شغال بيها اخر مباراه، وده مش عيب، وعندك الحلول بقى في الشوط الثاني تقدر تدير، عندك لو وصلت الاكسترا تايم عندك حلولك كتير، انما كل شويه تغيير مراكزي دي نقطه الخلاف اللي معاه يعني، او دي اللي انا شايفها، انما هو كراجل لا، الراجل بيأدي بشكل كويس، بيقرا الجيم بشكل كويس قوي، سلوكه وحتى تعاملاته مع اللعيبه زي ما احمد اتكلم، لا ليه شخصيه ومصاحب اللعيبه ومد ثقه للعيبه، ودي من اهم الميز، ان انا لما ادي ثقه للعيب هيطلع ويبدع ويطلع لكل اللي عنده، فدي من مميزات الراجل بصراحه. صحيح. انما هو لا، هو مدرب كويس جدا، بدليل ان هو على الاقل في فتره قصيره لحق ثلاث بطولات. صحيح. وكمان ممكن كمان شهر تبقى بطل دوري ابطال افريقيا.